مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد. هلو بيوتيز، هلو كيوتيز، شو الاخبار؟ كيف الصحه؟ كيف الحال؟ طمنوني عليكم، يا رب تكونوا باحسن الاحوال. فيديو اليوم طلب مني كتير 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 كتير، يلي هو جوله راح اعمل يعني هيك شوي 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 كل شيء يعني بالتدريج. جولة بغرفة نومي. غرفة النوم قبل ما نبلش تصورت على شقفتين، أول شقفة يلي هي رح تشوفوها بعد شوي، وتاني شقفة يلي هي الانترو يعني الدخلة يلي هيدي، والخاتمة يلي رح تكون بآخر الفيديو، وشقفة من نص الفيديو الأخراني. المهم كتير صبايا سألوني هل بدهم يشوفوا غرفة النوم، لأنه عم بيفكروا يغيروا غرفة النوم. هون ما بدي حدا ينصدم، لأنه أنا غرفة نومي شبه فاضية. كيف يعني؟ فيها بس السرير وفيها one night stand فقط لا غير، بدي خليها للنوم، ما بدي حتى اللابتوب حتى التليفون يعني بنزل كرمال الألارم، ما بيفتحوا فيها نهائي وأبدا. لا أقدر نام ولا أعرف نام، لام نام وخليها للنوم. ما يعني don't expect، ما تنتظروا انه شيء الواو ولا شيء الاكسكلوزيف ولا شيء المميز. It's not the case، عم بقلكم اياها من هلا لما حدا ينصدم بعدين ولاقيها extremely simple، لانه فعلا it is extremely simple يعني very 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 basic. كان بدي نزل كتير اشي، كان بدي نزل هون صورة كبيرة، كان بدي نزل هون stand، كان بدي نزل مثل اللي عندي جوا تبع الميك اب كليات ومرايات، كنت حتى شفت مثل fireplace تبع النار هيك اصطناعية كتير حلوة بان اميريتس، بس اخر شيء لغيت كل الافكار وقلت انه رح خليها very extremely basic. انا هيك بدي اياها، قريت كثير 3 دقائق فهي بلا. هيدي هي غرفة النوم، و رح صور لكم كمان بالليل كيف بيكون شكلها. اولا في بالكوني، وطبعا هذه البالكوني المتصله بالهون الصالون، يعني في باب بيفوت على الصالون، ولما تروحوا دغري في الباب يلي بيروح واللي بيروح اللي بدخل على my kind of filming studio، ولا المطرح اللي عم بصور فيه كل شيء، وطبعا اللي فيه ثيابي وماي شوز الى اخره، كانه like a dressing room slash التصوير. يلي انا كان بدي اياه بالعادي هداك البيت هو الماستر بيدروم، بما انه it's a two bedroom apartment، وهيدا it's the second bedroom. وإنما أنا قررت إنه بدي هاي نزلوا ماي بيدروم لحتى أقدر أصور كتير غراض هناك، ولا للماستر روم تجمع لي كل شيء كل غراضي بما إنه عندي كتير غراض. فقررت إنه هون كان بالعادي راح نزل كابرت مثل تبع المراية اللي هناك الثانية، فكان بدي أنزل واحد ثالث بما أنه كانوا راح يكونوا ثلاثة، بس بعد هيك قررت لا أنه ما راح نزل شيء. زائد كنت مقررة مثلا نزل هون تابلو تبع الباليرينا، عندن غيرت رأيي، عندن كان بدي نزل شيء فوق السرير، عندن غيرت رأيي لأنه خفت تكون نايمة حظي العاطل أنه توقع فوق راسي. فthat's the reason. هون هيدا الكوفغلي ولا مش كوفغلي، اللاوس ولا البيد ولا دوفي كوفغلي، الكلام عم بيروح. كان جابت لي اياه ماجد تقبر قلبي قدي بحبه وقدي حكينا بهيدا الايتم، يعني ضليت لا هاي لا هاي لا هاي تقبر قلبي قدي طولت بالها معي من عند زارا. هيدول the matching pillow covers نفس الديزاين، وانا بعتذر على هيك مجالكا لانه لجالك، لانه حاولت على قد ما اقدر اكويهم، بس هيدول بدهم ينبعتوا عند الكواي ليعملهم بطريقة professional. وهاي اللي كنت حكيت عليهم بنفس الوقت اللي حكيت على هيدول بالبيت القديم اللي على ازرق واللي صار اصلا مش موجودين، هدول بيض عاديين صالون عندي تقريبا شي سنتين اشتريتهم من هوم ار اس. السرير اخده على ابيض، والله يستر على دم الله يستر.
الله يستر لما يتوسخ. فضحيت لانه القديم كان سوبر كينج والجديد ما لقيت في هيدا اللون لانه it was the last one. هيدا اللون ما كان فيه سوبر كينج وانا ما كان بدي اي لون تاني. I wanted something extremely simple. ما بدي عجقة نهائي، ما بدي شيء برغبة النوم نهائي لانه بدي خليها للنوم فقط لا غير، يعني ما بدي اقضي فيها وقت ولا مثلا اعمل شيء هون ولا اتفرج على تي في ولا اجيب اللابتوب تبعي ولا لا 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 لا. I want an empty room, an extremely simple room. That's the reason. هيدا هو البلكوني على شو عم بطل، على خضار وعلى رمل which I really like. أنا كتير بحب هيك قصص، كتير 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 ما في عجقة. حتى البيت التاني كان كتير حلو بس هاي it's okay, it's fine. بلشت اتعلم من سنين طويلة انه افرح باللي عندي وعملت له هيدا شو اسمه هيدا الستارة على ليس اللي بان معكم. عم اقرب عم بحاول على ليس وفي نتوفة كتير صغيرة تبع الجليتر مثل ما عم بتشوفوا. عم يعني مش it's not overpowering بس من بعيد يعني هيك بتعطي لمسة، بتعطي حلا، بتعطي نعومة. اوكي الستارة اللي فوق عادية جدا 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 ونفس الستارة عملتها بكل البيت على ابيض، في هيك رسمة ورود منه وفيها بس مش مبينة، ما مبينة ابدا. ومن ورا طبعا فيها هيدا البلاك اوت، بس حتى ولا بالبلاك اوت كثير بيبان يعني بتفوت الشمس. هون يلي حدي النايت ستاند فيها هيدي تبع ريحة، ريحة ناعمة وحلوة وبعيدة علي مش انه بوشي لما بكون نايمة لانه عندي حساسية. هيدي كنت جبتها من الهوم سنتر. اوكي ايه شارجيكم هاي كانت بتيجي هيك مثل الازاز وبتحطوها فوقيها وبتنحط فوقيها وقصة الحفلة ريبتها. لكلي وهيك باي كوانسيدنس طلعت دي اكزاكت سيم سايز على الشموع تبع الباث اند بادي وركس. وبالمناسبة هاي الفانيلا بيرتش ريحتها طيبة طيبة مش مثل ال السنس اللي انا بيعجبوني بالعادي سويت وسبايسي، لا ريحتها كأنكم قاعدين ما بعرف كيف reminds me of summer vacation. كتير ريحتها هادية وحلوة. هادي الميوزك little music thing اللي كنت اشتريتها مرتين، اول وحدة كانت رايحة لأصحاب النصيب الله يسهلون وجبتها انه نفسها لانه كتير كانت بتعجبني، انه اول وحده كانت لإلي فرجع جبت منها. هذا القران تبع الماما انه كثير غالي وعزيز على قلبي، وطبعا القران كليته عزيز على قلبنا بس هذا لانه واي لانه بكتابه الامام وكش that's the reason. وهي من عند بكي زهانم واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. like every time I talk about it عم ضلني عم بحاول اصبر واصبر واصبر اعمل كل ما فيني لحتى اصبر. والنايت ستاند على مرايا كلياتهم it's a mirrored one. و لانه ليه عم باخذ الميرور ما بدي شيء على الوان، حتى ما بدي شيء لا على ابيض لا على اسود. The mirror اي نعم بدها دائما المسح بس اي شيء بده مسح يعني بهيدي الغبرة وعمل إلى آخره. أول دروور هاي تبع النوم اللي كنت اشتريتها من شهور ولا السنة اللي فاتت مش شهور هي تقريبا من سوب اند جلوري بلندن. في عندي هون دواء الحساسية وسام بانادول، هدول أنا دايما صار لي سنين طبعا من وقت ما احتجت عليهم الواكس اير بلاجز بنزلهم بوداني لأنه أي صوت بنقاز وما بقدر نام. هلا صرت عم نام these are some bills بدي I need to go through them. في هيك شوية jewelry وغراض عندي هناك كم خاتم على كم سلسال. تاني drawer عندي فيه قالت
قياس الضغط، بما انه عندي انا مشكله الضغط، هذا دواء الضغط، هذا بين ريليف، لانه sometimes ولا most of the time بعدل بعدل بالجيم. سام ماسكس نزلتهم هون، هاي دول الموبايلات القديمة، وهذا الكتاب هو the book اللي عم بقراه، وفي كمان تبع العيون وحدة تانية كانت I think اللي جبتها من الإمارات، لما ضلني عم بسافر ضلني عم بطلب هون. That's it. الغرض يلي جوا مش كتار، وهيدي هي غرفة النوم. طبعا رح احاول انه كمان صورها وهي بالليل لما تعتم الدنيا، لانه المنظر بقى بيصير غير. هلا رجعت بالليل بدي فرجيكم المنظر بقى، عم بحاول على قد ما اقدر بدي طفي الفلاش لحتى يعني تنجم الكاميرا اللي عم بحكي عليه، فمعليش على هيدا الظلام لحالك. الأنوار هيك، أنوار السيارات زائد الشارع. على فكرة الكاميرا ما عم بترجمه at 100% بالمرة، حتى مش ل 50%، بس المنظر كتير حلو، كتير 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 حلو. نحن هلأ بغير يوم، غير يوم يلي فات، يعني الجزء من الجزء الأكبر من الفيديو كان في نهار، واليوم نهار تاني. كان ودي بس فرجيكم الديزاين ولا السات التاني اللي كنت جبته من عند زارا هوم. هيدي الورقة دي مش طبيعي قدي حلوة، مش طبيعي، عم يعني هي طرز طريز، فكرني بطرز عرباتي. anyway، واللون هيدا الأخضر الهادي جدا 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 غير مضر للعيون، مع اني كنت حكيت دايما على الاشي اللي بالالوان. هيدي الطرزة مثلها مثل هيدي، يعني it's one set، وانما احلى شي فيها الخدديات الطويلة مش كليتها معباية بس على الجناب، وهيدا كمان موجود ست كلياته، اخذت بس اثنين خدديتين. ما فيكم تتخيلوا قدي رائع رائع حلو كتير. مشكلة الغرض تبع زارا هوم، هلا بنيجي للمشاكل، انه حتى ولو كويتوهم في البيت، هيدا انكوى شي 10 تريزليون مرة، نهار كامل وانا عم بكوي فيه ما عم يزبط، بدهم ينبعتوا عند الكواي برا عند اللاندري، يعني بمعنى اصح. وانما حلو كتير، وهيدي الالوان، هيدا الجرين، ذا بيبي جرين، فيري لايت جرين، مهدئ للاعصاب، واجا يعني دسات كلياته حلو بيجنن. اذا يعني بدكم تشتروه بدكم تنزلوا هيدي المعلومه براسكم. هيدا الكورنر منزلة فيه الكرسي إذا بدي أقعد، إذا بدي نزل فيه شيء، إذا بدي شيل الخدديات وحطهم على المخدات. عندي منه 2، واحد هون والثاني هو اللي عم بقعد لحتى صغور فيه. من على الباب هيدي الناحية في دولابين 2، هلأ رح نشوف شو فيهم. بما أنه ما فيهم تيابي، تيابي بالغرفة الثانية. يلا نبلش بأول مطرح. هلا هي يعني عم فرجيكم يكون خزانتي شو فيها. بالصف العلوي هون في كل الليوس ولا الديفي كافرز، هيدي هدول كليات هون بكل الالوان، والفيتد باد شيت يعني اللي بنزلهم على التخت ولا على الفرشه، هدول كليات هون بيلو كافرز يعني تبع المخدات. هون يوجولي في كمان كم صف فوق على كل المناشف، زائد جوا ما بعرف اذا رح بالكم هيدا الشيء، هي بطانيه يعني تبع الغطاء ولا غطاء شوي سخن. نيجي لتحت هون في هدول جداد ديفي كافرز اي ثينك ولا فيتد شيتس، مش ديفي كافرز، هدول اثنيناتهم اي سوبر كينج تبع هالايام التخت القديم ولا الفرش القديم، لانه كان عندي سوبر كينج بس بيمشي حلو هون بالكينج، زائد هيدا اللي حكيت عليه من الهوم سنتر
انفينيتي لاكس 800 الثريت كاونت تبع فيتد بيت شيت يعني تبع الفاكشي. هون نفس الشيء, هيدي لاوس اللي من زارا هوم على شوية خداديات, هاي التيبل رانر اللي من عند ال H&M. تحت هاي ميسلينيس مينلي الأدوية ولا نصهم اللي بيشربها زائد كل الفيتامينز إلى آخره. هون البارفان دانتيريور من عند الريتشولز, نفس الشيء هون ريد ديفيوجر بعدني ما فتحته. تحت في بطانيات, نحن بنقول بطانيات يعني غطاء زائد, أنا كل مرة هيك بغيرهم يوجولي بهيدي بتغطى. أنا هلأ عندي وحدة أكبر منها من الهوم سنتر. هيدول خداديات, هاي الخدية ولا خدية زائد يلي تحت, هاي اللي أنا بستعملهم لأنه اللي بنزلهم بالفرش ما بستعملهم. الأسود عندي اثنين لأنه شعري اللون بينزل, فضروري أنه يكون تكون الغطاء على أسود أدروايز بيصير مبهدل. بكل الحالات بيتغسلوا كل يوم, وإنما أنا بكره أنه شوف أبيض مطبع بالأحمر يعني بصبغت شعر. ميلي الثاني ما فيها شيء يذكر غير على أساس أنه الشميزات الدنوية اللي ما بلبسهم. هاي اللي اشتريتهم من عند لاسانزا, كليتهم على فكرة من لاسانزا من غير وحدة, هدول من نايومي. بعدني هدول ما لبستهم, ثلاثة اللي حكيت عليهم بمشتريات الشهر اللي فات. هاي البيجاما حلوة حلوة حلوة, بيجي ست فيهم اثنين من عند نايومي. وقعت دقيقة, هيدي وهيدي يعني هيدي البينك وهيدي على أبيض, هاي البستون. هيدول كانوا عندي من لاسنزا عمرهم اكزاكتلي 13 سنة. 13 سنة يا جماعة مش طبيعي. أنا عندي غرات كتير قدام بس محافظة عليهم. هدول بذكروني بميمي لأنه كنا عم نشتري أنا وياها. ما بعرف أصلاً لاسانزا إذا بعدهم عندهم هدول السايل, بس صار لي سنين ما شفتهم لأكون صريحة جداً وأمينة. anyway, هدول نفس الشيء من عند لاسانزا بنفس التوقيت يعني من 13 سنة. دي بينوار بالساعتا, ما بتصور انه عم بينزلون. اذا بينزلون ما شفتوهم اكتبوا لي تحت بالتعليقات. تحت موجود عندي هيدي المات يلي بتمكن عليها. هدول الخداديات الكفر تبعهم من ايدن جرينز ايجيبت, كانوا اجوني هديه كتير بحبهم. هدول الخداديات نفس الشيء بيعمل فيهم السبورت. هون في عندي شويه كتب, ما حدا يسألني ليش عندي كتب هون ولا راح أقول لكم ليش, لأنه التي في تيبل نملت فشويتين يضلوا نزلتهم هون. وهيدي أول خزانة. الدولاب رقم اثناني, الدولاب الثاني ناحية الفوقاني بقية الأدوية تبعي. هاي تبع الصفا دنك بيلو لهكا أبا. هون شوية ميسلينيس على شوية ماسكات. هدول الأطباق ما حدا يستغرب لأنه الكيتشن بطل فيها مطرح, شو رح أعمل وهون عندي فاضي. هدول اللي كنت جبتهم من آيكيا تبع كفوف المطبخ ضلوا عندي لأنه جبت شوي زيادة, كنت مفكرة رح يكونوا صغار يعني رولو ولا رول, طلع طويل وكبير. هون العليقات تعليقات, رح نبلش من هوني. let's ignore اللون اللي تغير للطرحة. بدي غسلها انه صار لها سنين تقريبا, ثلاث سنين هلأ عندي ولا ثلاث سنين ونص. هون هيدا اللي راح يستغرب ولا اللي راح يتساءل شو هو, انه كبير وطويل وملفوف. هو ببساطة لبس العرس. راح فرجيكم صورة تبعه وانا عم بقيسه لانه كنت عم بعمل شيء وما زبط ولا خلاص مش زهقت, بس كنت مخنوقة بهيداك الوقت ووقفت البروجكت. كان بدي أعمل بروجكت كتير حلو, كنت very excited. هون الفستان سهرة من عند Needles and Thread من الهارفي نيكولز, كنت اشتريته لبسته بمناسبة الخطوبة تبع بنت رفيقتي, كنت لابسها في مصر. إذا لقيت صورة تبعي وأنا لابسها رح فرجيكم إياه. بجنن 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 كتير ناعم من الأشياء اللي ما ندمت إني اشتريتها بالمرة. غرامي هيدي البراند. هيدا الفستان من كيب سيك كمان من عند الهارفي نيكولز, اشتريته السنة اللي فاتت
على اساس كنت راح البسه بمناسبه معينه وطلعت لبست غير شيء. هون الفستان من عند زينه زكي، مينلي اللي منزلاه بهيدي المنطقه بهيدي الناحيه، الفساتين اللي كتير طوال تبع المناسبات كانت في الصحراء، هي مش ساتين، هي 3 ساتين ولا 4. والميلة الثانية كل الهافي جاكيتس ولا الجاكيتس اللي تقال، هيدا الكيب ولا البونشو فور من عند أرماني، هاي كنت شريته بمصر، هو بذاته خيو ابن عمه نوعا ما شيئا ما، بس على أحمر. نسيت الاسم تبع المحل بصراحة، ديلي دي شي شغلي دالي ديري نسيت، كتير حلو. هدول الاثنين كمان من الاشي اللي عمري ما ندمت على شرائهم، على قد ما الخامي حلوة. هيدا الجيلي الفور من عند بيبي، عندي اياه طويل جدا 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 جدا، ما بده يتغسل. هاي من عند اي ثينك لاسانزا ولا اويشو، اللي نشوف لا اويشو بيجاما سخني وقت البرد، ما بعرف امتى رح البسها. لا هاي الجاكيت اللي اشتريتها من لندن من عند الارماني اكسشينج، هاي من عند الجاس، هدول تو جاكيتس من عند البيربري ولا ترنش كوت، ولا هي جاكيت مش ترنش كوت، حلوين. من الاشياء كمان اللي عمري ما ندمت عليها لانه كلاسيكس، وحده كامل وحده على ابيض. هايدي الجاكيت من عند اليزابيتا فرانشي، هاي اللي حكيت عليها من تقريبا اسبوعين، كتير حلوة كتير كتير حلوة. وهيدي اي ثينك ون اوف ذا جاكيتس من عند البيربري كمان، تحت شوية باجز بحتفظ فيهم ما برميهم اذا احتاجتهم. وهيدي المصلعية وذاتس ات. يا رب يكون عجبكم الفيديو، يا رب ما تكونوا مصدومين، كنتوا ناطرين شيء طلع لكم شيء تاني. اذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك، تشتركوا بالقناة. بشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. Thanks for watching. Bye bye.